أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول في إحدى القنوات الفضائية ظهر من قال ظهر من يتساءل عن الأمر الذي دفع خالد القسري لقتل جعد بن درهم ثم قال إن ذلك كان اجتهادا منه شخصيا مما شوش على أذهان الناس وجعلهم يتناقشون في مثل هذا الأمر فما هو القول الصواب في ذلك؟ ليس هذا خاص بخالد القسري رحمه الله وإنما كل ولاة المسلمين كانوا يقتلون الزنادقة لئلا يؤثروا على عقائد المسلمين خالد القسري وغيره هذه سنة أمر الشارع بقتل داعية السوء وداعية الضلال لئلا يضلل الناس قتل المرتدين لئلا يضلل الناس ولهذا يقول الإمام ابن القيم ومن أجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله ولا موسى هو الكليم الداني لقد شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان شكر الضحية كل صاحب سنة أهل السنة يمدحون خالد القسري وغيره على هذا الصنيع لأنه موافق للشرع أما أهل النفاق مثل هذا المتكلم الآن أهل النفاق وأهل الزيغ فهم يخطئون خالد القسري وبعضهم يقول لا إنه قتله سياسة من أجل السياسة يفسرون الأحداث بغير معناها يقولون قتل من أجل السياسة وغير ذلك هؤلاء في قلوبهم زين في قلوبهم ضلال والله يحشرهم مع الجعد بن درهم ويكفينا شرهم